السلام عليكم، وكان نحييه باسم الفن في مدينة المحمدية جريدة ميدي سبور على هذه المبادرة وهذه الغيرة على مدينة المحمدية. تفضلوا أستاذ السؤالات اللي بغيتي. إذا الجريدة خاصة بالرياضة، وأول موضوع هو الرياضة بالمحمدية. أنتم كفنانة كي كتشوفوا الرياضة بالمحمدية، وطبعا أنتم مهتمين بالرياضة بالإضافة للفن. غادي نبدا لكم الكلام ديالي من شباب المحمدية. أنا عندي كلمة واحدة، وهو هاد الشباب ديال المحمدية عطات بزاف الناس الخير والبركة، وعطاتهم اسم وعطاتهم المال وعطاتهم اسم. هاد الناس يقدروا يردوها للسكة الحقيقية ديالها، اللي كانوا وشربوا منها يخليوها حتى هي تاكل وتشرب منهم، ماشي عيب. واحد المجموعة تبارك الله ديال الرجالات المحمدية اللي باسم الشباب المحمدية هما كانت منهم الخير والبركة. أما بالنسبة للرياضة بمدينة المحمدية، الرياضة بمدينة المحمدية بحال هاد الأرض السعيدة، ما كتنتج لا أبطال لا ناس عندهم غير على البلاد من الجانب الرياضي ولكن ما تنساش أن مدينة المحمدية كانت معروفة بالملاكمة، معروفة بكرة القدم. كانت فيها 38 رياضة. تماما، كانت واحد المجموعة ديال الرياضات نشيطة في المحمدية، وخرجوا منهم أبطال ولا داعي لذكر الاسماء ديالهم، لانهم غادي تقول تتعيا وما غاديش تكملهم تبارك الله. ما بالنسبه لدابا خاص تكون واحد النهضه، واحد التفاته للجانب الرياضي. مدينه المحمديه اللي مبقاو فيها لا ملاعب ديال الاحياء، كانت الكويريه الاولين مثلا ندو على الكره، كان الحاج عبد القادر الخميري رحمه الله وواحد مجموعه ديال الاخوان اللي هما قدام كيدوروا في الدروبه كيشوفوا ينبشوا على المواهب الرياضيه، وخرجوا منهم ابطال، اللي منهم نيت الحاج احمد فراس اللي حرز على الكره الذهبيه. منين جابوه؟ راه جابوه من فرق الاحياء ومن الدروبه ومن ماشي تثيرا العاليه، كانوا على الحفرات. كان هنا وسط السعاده كان ملعب، حدا لابيطه كان ملعب، حدا ديك درب الشباب كان ملعب. كانت المحمديه كلها وسعات، الوسعه كانت ديور قراعي كانت وسعة كيلعبوا فيها كرة، ديور كرم كانت وسعة، راه هي باقا تقريبا دابا ولكن كندزوا فيها تورنوات، يعني واحد العدد ديال الحويجات زوينين. الشاريج تا هو تيران العقبة كنا نقولوا ليه بكري، يعني واحد المجموعة ديال الأماكن ملي كيخطاو المكان الأماكن كيمشيو الشباب يفكروا في حوايج أخرين اللي هما مضرين للمجتمع ولا للصحة ولا يعني ما كيستافدوا ما كيفيدوا. اذا السؤال اللي كيتطرح دابا، علاش هادشي ما بقاش؟ وشحال دابا السنوات دابا باش هادشي ما بقاش؟ لان عصر الناس الشباب اللي ما عارفينش. نكونوا اكثر واقعيين، وحنا ما بقينا كنخافوا حتى من واحد. المحمديه سبحان الله العظيم وعلى خلقه وما اعطى، ان هاد المدينه هادي جاو ليها ناس برانيين اللي ما عندهم لا غير عليها لا والو، كيخطفوا من هنا داكشي اللي قسم الله، كيدوه الاصل المنطق المرجع ديالهم منين جايين هما، كينتج تما كيحرك تما وكيخلي البلاد هنا كمصدر ديال الرزق ديالو هو، والضحيه هو المجتمع المحلي والمدني ديال مدينه المحمديه اللي ما كيستافد حتى من حاجه. علاش تطيح شباب المحمديه للقسم الشرفي ولا مع القسم الاول هوات؟ هذه حقره كتجينا حنا بحال الحقره، ما نرضاوش نسمعوا ان فريق اللي عاش واحد الامجاد وعاش واحد ذكريات حلوه ولعبوا فيه اجانب ولعبوا فيه مغاربه ومن دايم الجزائر اسبانيين هنايا، راهم واحد لعبوا في المنتخب، كان الربع في المنتخب من مدينه المحمديه. المنتخب الوطني ما كاينش شي منتخب اللي داز من الثمانينات ولهيه وما تلقاش فيه جوج ولا واحد ولا ثلاثة ولا أربعة من مدينة المحمدية، يعني وكانوا أبطال. ونربط هنايا ونرجع للموضوع ديالك، هو الناس المسؤولين بالمحمدية ما كيديروش واحد الالتفاتة للرياضة بمدينة المحمدية، والدليل هو المركب ديال المصباحيات اللي دش ربما 85 أو 95 ما عرفتش بالضبط إمتى، وبقى مغلق لحد الآن، رغم أنه تم الإصلاح تم الإنجاز ديالو وبالمعدات، ولكن التدشين ما تمش، وهذيك الأجهزة كما عيناها لا لا. غادي ننطلقوا لبدايه السؤال ديالك، قلتي علاش ما داروش؟ لا داروا هذوك الناس داروا، ولكن لا برضو داروا في جيوبهم،
اما البلاد ما داروا ليها والو. اللي دار شي حاجه دار شي مركب ولا دار شي حاجه، الا كان طالع بجوج الملاير كيديروا لهم 11 مليار وكيبنيو داك المؤسسه ولا داك الملعب ولا ديك الحال محل ثقافي ولا شنو هو، كيخليوه هكاك هذا المسرح. هذا المسرح هذا اللي كاين في المحمديه، زيدوا على واحد العدد ديال المسبح البلدي، زيدوا على ملاعب، زيدوا على ملعب في فضلا السبور اللي ولات فيه البلاصتو دابا العماله، ولا في بلاصتو هذيك الديور اللي كيتبناو دابا على جنب الطريق. هذا في فضلا السبور الناس اللي ما غاديش يعرفوه، الناس ديال المحمديه الدريبيه. فضلا السبور هو فضلا السبور هو فين كاينه العماله الجديده دابا. كان ملعب هو اللي عطى ابطال وعطى البشير اللي مسمي عليه ملعب البشير، وعطى واحد العدد ديال اللعابه اللي اقدم من فارس واقدم من عسيله واقدم، كانوا كويريه في المحمديه. العربي بن مبارك راه عاش في المحمديه، البطل اللي كان مسميه الغرب الجوهره السوداء، راه كان ولد المحمديه، وكاين الصور ديالو اللي كذب الكلام ديالي دخل الانترنت غادي يلقاه مصور في باب القصبه هو والبشير رحمه الله خارجين من باب القصبه. وكاين انه هو سكن في المحمديه وعاش في المحمديه وانطلق ربما من المحمديه ولعب في المحمديه، حتى ان في كبره جا درب شباب المحمديه واحد الفتره معينه. نجات السي عبد القادر الخميري، نجات واحد العدد ديال الابطال، حدادي، فارس، هاد لا جينيراسيون، هاد الجيل ديال عسيله، فارس، حدادي، ميغيل، واحد الرعد كرياضي كحارس كبير ديال المحمديه، كوسكوس رحمه الله، حسي اللي كانوا مسمينه الطياره، اول واحد كيتم غادي طاير على الكره بحال شي فرخ، كنا مسمينه هنا في المحمديه طياره. كانوا القاب جميله حتى ان اللعابه دابا ما بقاوش هاد الالقاب هذو. تماما. شكرا نختم الكلمه. تفضل تفضل. والله يهدي ما خلق، ختام القول ديالي الله يهدي ما خلق. الله يصاوب هذا بامكانيه ديال الناس حنا في هاد ميديا سبورت. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا ميديا سبور على الاهتمام ديالها بالرياضه، وهذا راه مشروع جديد، ونتمنوا لهم التوفيق في المسيره ديالهم الاعلاميه. بغيت ندوي انا على المحمديه. المحمديه كانت معروفه مدينه الزهور والرياضات الانيقه بما فيهم الجولف، التنس، سباق السيارات، سباق الدراجات الناريه والهوائيه. المحمديه كانت معروفه بجميع الرياضات، واللي كان المدار ديالها في البارك، دابا في كاين البارك، كان المدار تما ديال السباق. جنب شكون اللي جنب هذاك المدار ديال السباق؟ كان جنبه هو فضلا السبور، ملعب رياضي كانوا مجهزينه النصارى. النصارى هما اللي كانوا مشرفين على داك فضلا السبور، هما اللي كيلعبوا فيه، وكيلعبوا فيه الكوباراتيف هذوك ديال المعامل، الفروق ديال المعامل، كل حد وهذا وهذا. وكانت تدوره في الرياضيه في المحمديه دائما.